الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما، هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقه لذيذه جدا، قراقيش وغريبه. امبارح عملنا كحك وعملنا كمان بسكوت النشادر، والنهارده هنعمل قراقيش وغريبه وان شاء الله تعجبكم. قبل ما نبدا تعالوا نشوف عباره الحلقه. وعباره الحلقه النهارده: احيانا يكون الافلات هو الدواء. صح، دايما بنتكلم عن دايما كل حاجه بنقولها دايما بتتمسك عن التمسك والسعي والاجتهاد، بس احيانا بنكون بنجتهد في حاجات غلط. انا مثلا مصممه اكون شيف وانا ما عنديش مثلا القدره ان انا اقدم كونتنت مفيد، مصممه اكون مذيعه مثلا وانا ما عنديش القبول، ساعتها لا، ما افضلش ماسكه في حلم انا عمري ما هنجح فيه، ساعتها اعيد تقييم الموقف، اعيد تقدير الامور واتراجع. ماسكه في شخص مش مناسب ليا، عادي جدا بيحصل كتير، لان الانسان بيتعود احيانا، فمع التعود بيبدا يلغي كل المعطيات اللي قدامه، فيتمسك يتمسك يتمسك، بس لو وقف كده مع نفسه لحظه وفكر هيلاقي ايه ده، هو انا بتمسك بايه؟ انا كل اللي بتمسك بيه غلط اصلا. فضروري جدا ان احنا يبقى عندنا ملكه الافلات في وقت اللزوم، ان لما يجي الوقت اللي انا لازم ارفع ايدي خلاص وبطل اتمسك وبطل امسك الحبل ده اللي عمال يقطع في ايدي، خلاص لازم اوصل للمرحله دي اقوم انفذ على طول، في شغل في صداقه في علاقه في اي حاجه، لان بعديها التمسك بيكون حقيقي مؤذي جدا لصاحبه، مؤذي جدا مؤذي جدا. تخيلوا كده فعلا ان لو عندكم حبل، الحبل ده عمال يتشد 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 جامد جدا وانتوا تفضلوا ماسكين فيه، ايديكوا هتتعور صح؟ لكن لو سبتوه خلاص مفيش، كل الالم هيتوقف والايد مش هتتعور وهنبقى زي الفل. فاحيانا بيكون لازم كده عند وقت معين لا نتوقف عن التمسك وننطلق في طريقنا، نشوف الحاجه الاحسن الانجح اللي هتكون انسب لينا ونبدا بقى نسعى فيها ونتمسك بيها من اول وجديد. ويلا بينا نتمسك بالقراقيش. انا شايفه ان القراقيش من احسن الحاجات اللي ممكن نتمسك بيها، شويه قراقيش مع كوبايه شاي بلبن في الشتاء ده يا سلام عظمه. محتاجين كيلو من الدقيق، ومحتاجين كوباية ونص من السمنة، معلقة كبيرة من الكراوية، الكراوية حبوب صحيحة مش مطحونة، ومعلقة كبيرة من اليانسون الصحيح، 3 معالق كبيرة من السمسم الأبيض، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقتين صغيرين خميرة فورية، معلقة صغيرة سكر، كوباية حليب وكوباية زيت. بنحشي عجوة طبعا، حشوة العجوة بنعجنها كده مع بعضيها، عجوة على معلقة كبيرة من السمنة، على شوية قرفة، على شوية على ربع معلقة صغيرة قرنفل باودر قلتها. حشوة الملبن، بنجيب ملبن جاهز من العطار، من محل مستلزمات حلواني، من أي مكان كله بيبيعه، وهنحشي بيه. وهندهن القراقيش بتاعتنا ببيضة، معاها ربع كوباية من الحليب أو ممكن أقل كمان، معلقتين كبار كفاية، رشة من القهوة سريعة الذوبان، ومعلقة صغيرة من سائل الفانيليا، بيديها ريحة جميلة ولون جميل جدا جدا جدا. تعالوا نعمل كل خطواتنا واحدة واحدة. أول حاجة أنا عايزة احط السمنه دي تسخن تسخن، مش تتقدح، تسخن بس، وعايزه احط اللبن كمان يسخن، اللبن يسخن عشان انشط الخميره بيه، والسمنه تسخن عشان تبقى بتمتزج كده حلو مع اللبن مع العجينه قصدي، ما تبقاش مرخمه كده ومعصلجه. ادي حله للسمنه، وادي حله لللبن. نعلي بقى النار على الاتنين، يلا بينا. هحط اللبن هنا يسخن او يدفى عشان انشط فيه الخميره، وعندي هنا السمنه، اجيب بس سباتشولا وانزل السمنه تسخن. حلو كده الكلام. محتاجين اللبن يا جماعة يبقى دافي بس، مش أكتر من كده، مش عايزينه سخن، عايزينه دافي. ناخد نهى على التليفون وإحنا كده بندفي اللبن. يا نهى أهلا وسهلا. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام، إزيك حبيبتي عاملة إيه؟ الحمد لله كله زي الفل. تسلمي على اللي انت بتعملهولي. تسلمي لي، تسلمي لي يا رب، تسلمي يا حبيبتي. احنا بنحب نتابع اخواتنا واولادي. حبيبه قلبي اهلا بيك ونورتوني.
ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. اشكرك ويبارك. اشكرك يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا بيكي وشكرا جزيلا على متابعتك. السمنه بتسيح اهي وبتسخن معانا، يعني عايزين ايه، تبقى مش نقدحها، تبقى في اول القدح كده، يعني مش قدح جامد زي بتاع الكحك، اقل شويه منه، لان برضو ده بيخليها تدي ريحه جميله جدا للقراقيش وتحمص التوابل والسمسم وتظبط معانا قوي. اللبن ده خلاص دافي كده، هنيجي دلوقتي نحضر الخميره. هاجي هنا احط اللبن ومع اللبن هحط الخميرة والسكر وهقلب، أدوب الخميرة والسكر في اللبن، والحركة الصغنطوطة دي بتنشط لنا الخميرة وتخليها تصحصح على طول. الخميرة كائن حي أحادي الخلية، بينشط بالسكر، يعني بيتغذى على السكر والحراره بتنشطه كده، فيبدا يتكاثر ويستخرج لنا او يخرج لنا ثاني اكسيد الكربون، هو اللي بيعمل الرغوه اللي بتشوفوها على وش الخميره. طبعا الحركه دي كمان لطيفه في ايه؟ لان كاننا عملنا اختبار، ما احنا هنختبر الخميره بالمره، لو لقيته بقى ما فيش اي حاجه بتحصل ولا بتعلى ولا في رغاوي على الوش ولا اي حاجه تقلقوا، ده معناه ان الخميره دي مش مظبوطه، مش كويسه، مش نشطه، كانت بايظه يعني ومش هينفع نستخدمها. هو اختبار الخميره عامه ان احنا ناخد منها حبه صغيره مع شويه ميه دافيه وشويه سكر ونحطها على جنب كده، لو لقيناها بدات تعلى وتعمل رغوه زي كده زي رغوه الكابتشينو يبقى تمام، الخميره مصحصحه وزي الفل. لو ما لقيناش اي تغير يبقى لا، الخميره دي ما ينفعش نستخدمها، هتبوظ لنا المقدار. زي الفل كده وتمام. هنحط الخميره على جنب وهنيجي بقى هنا نخلط المكونات الجافه في العجانه واحنا بنكلم ملك. يا ملك اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ملك؟ ازيك؟ الحمد لله والله منوره. اتفضلي. عايزه اسال على العريش اللي بالعجوه. على ايه؟ اللي هي العريش اللي بالعجوه مالها؟ عايزه اسال عليها بتتعمل ازاي؟ ما احنا بنعملها اهو، تابعينا بنعملها اهو. نزلي المقادير تاني يا نور واحنا بنعمل القراقيش. الدقيق هحط له الكراويه واليانسون والسمسم وطبعا ملح. وهنخلط كل المكونات دي. انا يا ملك نزلت لك مقادير القراقيش اهو تاني حبيبتي واحنا بنعملها دلوقتي، فتقدري تتابعينا وتعرفي بتعمل ازاي. هخلط المكونات مع بعضيها وعندي هنا السمنه بدات تسخن، اقدر احط لها دلوقتي كمان الزيت يدفى كده معاها. حد هيقول لي ليه سمنه وزيت؟ ما تسالونيش، لو اتعملت بزيت بس بتبقى بشعه، لو اتعملت بسمنه بس برضو ما بتبقاش احلى حاجه. السمنه والزيت بيظبطوها جدا، لو اتعملت بسمنه بس تبقى انعم من اللازم، وهي في الاخر وفي الاول قراقيش، فبنبقى محتاجين يبقى ماسكه نفسها وفيها قرمشه شويه، فهي الزيت مع السمنه هم اللي بيظبطوها قوي. ندي كده تقليبة للخميرة نطمن عليها، وهي كده ايه، انا عارفة ان هي صح نشطة او سليمة ما فيهاش حاجة، لان بدأت اوريدي تعمل فقاقيع ورغاوي على الوش، وده بالظبط المنظر اللي انا عايزة اشوفه. شايفين الوش بقى مبيض كده، المبيض ده هو الرغاوي اللي هي قاعدة تعملها، فتمام كده هنسيبها برضو على جنب. وتعالوا لحد ما السمنة تسخن نحضر خليط الدهن. هحط المعلقتين الكبار من اللبن وهحط لهم الفانيليا، رشة من القهوة سريعة الذوبان، هقلب كل الكلام ده مع بعضه بشوكة قبل ما نحط البيضة نقلب، لأن القهوة سريعة الذوبان ما بتدوبش في البيضة بتخرز، فلازم ندوبها في اللبن الأول قبل ما نحط البيضة لو عايزين نتيجة مظبوطة. بصوا دابت وبقت زي الفل اهي، لو البيضة كانت موجودة ما كانتش هتظبط معنا. ايه دي أصغر بيضة في التاريخ. ايه دي، جبت لقيتوها في دي بيضه كتكوت، لقيتوها فين دي؟ بيضه بلدي؟ اكيد بلدي. نقلب. طب هي ماشي، حاسه ان المفروض نحط بيضه تاني لانها صغيره قوي. ماشي في الفاصل. اوكي
نقلب كويس جدا. وبقى كده عندنا خليط الدهن. يلا بينا نرجع نبص على السمنه نشوف ايه الاخبار. هي والزيت خلاص على وشك ان هم يطلعوا. عايزه بس اشوف شويه دخان، فاهمين؟ لما بشوف شويه دخان كده بطمن ان هم ايه سخنوا كويس قوي، لان انا يهمني جدا ان هم نور بتقول لي ايه الفكره في خطوه ان احنا نسخن دول؟ مش انت يا نور لما بتاكلي القراقيش بتلاقي كده طعمها فيه تحميصه حلوه؟ التحميصه دي من ايه؟ من نزله السمنه والزيت سخنين على الدقيق، بيحمصوا الدقيق شويه، بيحمصوا التوابل اللي احنا حاطينها، وبيحمصوا كمان السمسم، لان السمسم بيبقى ني تماما فاحنا عايزينه يتحمص عشان ياخد لون وطعم، فكل ده بيحصل من السمنه السخنه. فاحنا هنستناها كده تسخن كويس. انا ببص كده اشوف طلعت دخان ولا لسه، بحبها تطلع دخان، ده بيديني احسن طعم. طب انا يعني انا جزء من الحوار. ايه في ايه معاك والله. خدي بالك يا ابني يا بنتي، دول يعني ياخدوه لحم ويسيبوه عظم. انا قلت اهو، انا قلت اهو. لو باقي عليه يعني، انا قلت اهو. طب الحمد لله، قدر ولطف. ريحة تحفة، بتبان طبعا ريحة السمنة على طول. ايه بدأت 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 بدأت، هنديها سنة كده. هنديها سنة كده عشان بس اخد ايه بس. بص لو طلعنا فاصل هتقدح. فهقوم اضطر احطها من غير ما يشوفونا، فاستنى معلش نحطها ونطلع على طول. بس هي خلاص على وشك يا مصطفى، بس بذمتك مش كلامي صح؟ صح مظبوط. نور بتقول لي هي السمنه لما بتسخن بتخلي عمر القراقيش اطول. طبعا الكحك والقراقيش اللي معمولين بسمنه مقدوحه عمرهم اطول بكتير من اللي معمول بسمنه بارده، وطعمهم ما يغيرش بسهوله. ناس بتقول لي بتجيب حموضه، لا ابدا، لو السمنه كويسه لا يمكن تجيب حموضه. يعني انا بتكلم على حاجه، بصوا يا جماعه انا من وانا عيله كده، يعني من وانا عيله كده وبدات امشي كنت بدخل المطبخ الاقي ماما بتعملها، فاحنا بنتكلم في تاريخ يعني. لا ما بتجيبش حموضه خالص، عمرها ما جابت لنا حموضه بصراحه، بس دايما بنعملها بنوع سمنه نظيف، وما بنعملهاش بسمنه بلدي على فكره عشان ما حدش يفتكر ان كلامي معناه نظيف. بنستخدم ليها نوع سمنه بقري نظيف، ممكن تتعمل بانواع سمنه نباتي برضو بس تكون انواع نظيفه، لان النباتي برضو درجات. فانا عارفه ان البقري بقت غاليه جدا جدا على ناس كتير، فمش عايزه يعني ازنقكم انها لازم تعمل ببقري، لا ممكن تعمل بنباتي بس نستنضف نوع. خلاص هانت هانت هانت، تخلي بالكم بس ما توطوش كده زي بعشم، لان احيانا مع السخونه بتقوم ايه نطره. مره فاكره مره كنا بنعمل برضو اعتقد يا كحك يا قراقيش، وبرضو عملت كده وقامت جايه في عيني. يلا بينا احنا ايه، خلاص ثواني الدخان خلاص كتر اهو، عايزه بس او بدا عايزه اشوفه كده ايه طالع كويس. باين عندكم صحيح ولا مش باين؟ يلا بينا عبال ما تاخد اخر ايه سنه. انا اجي فين عشان تشوفه؟ هنا يا مصطفى هتشوفه. بصوا بقى يلا بينا، تاخدوا بالكم بقى جدا عشان بيطلع منها بخار سخن جدا ممكن يلسع الوش والايد وكل حاجه. شايفين المنظر؟ لا هات لنا جوه. ايوه بالظبط ده المنظر اللي لازم. شايفين الفوران ده؟ ده معناه ان السمنه قاعده تفور على الدقيق وتحمص فيه. ده بالظبط اللي محتاجين نشوفه. نقوم داخلين كده ايه مقلبين عشان كل الدقيق ياخد نفس التحميصه، وتاخدوا بالكم سخنه نار وبيطلع منها بخار جامد جدا زي ما انتوا شايفين. بيبان طبعا ان العجينه مكلكعه ومش مظبوطه خالص، ما تقلقوش كل ده هنحله دلوقتي، بس اهم حاجه ان انا عندي الدقيق اتحمص، دي اهم حاجه دلوقتي. الدقيق اتحمص من السمنه السخنه انا كده تمام. طيب انا مش هعمل اي حاجه، هسيبها زي ما هي كده على حطه ايدينا ونطلع فصل صغير جدا، ولما نرجع نكمل مستنياكم.
ورجعنا من الفاصل، وزي ما وعدتكم ما عملتش اي حاجه وانتم مش موجودين. السمنه والدقيق اهم، هنرجعهم بقى هنا. وبصوا انا عايزاكم تبصوا على منظر الخميره بقى عامل ازاي. شايفين كميه الرغوه؟ شايفين ملت الكوبايه؟ فدي كده خميره زي الفل ومية مية، وهتظبط لنا الدنيا جدا. هبدا دلوقتي اخلط، اتاكد ان السمنه والزيت اتوزعوا كويس. وهضيف الخميره. عايزه ابص كده العجينه اخبارها ايه، تمام ولا محتاجه ازود لها شويه لبن. انا في حد نسى موبايله هنا، استنى نعمله سايلنت. يلا بينا نشوف كده العجينه تمام طريه كفايه، محتاجين نزود شويه سائل، ممكن نزود شويه ميه، ممكن نزود شويه لبن، عادي الاثنين ينفعوا والاثنين زي الفل. بس نختبر الاول قبل ما نتسرع. لا والله هي زي الفل، زي ما هيبصوا زي الفل. مقدار مقدار ماما وتيتا لا يخطئ. مش محتاجه اي حاجه، زي الفل مظبوطه جدا. محتاجه بس اكمل عجنها كده ايه ضربتين ثلاثه. بس كده. طبعا يا جماعة احنا بنستخدم العجانة انجازا للوقت بس، عشان احنا في برنامج، لكن القراقيش والكحك والحاجات دي ما تحتاجش عجانة خالص، تقدروا تعملوها في البيت بايديكم وبتطلع زي الفل ولا اياتها مشكلة. فمحدش يفتكر ان لازم عجانة ليها، لا يعني عايزين تقولولي ان كل الوصفات القديمة دي كان في عجانة ساعتها؟ طبعا ما كانش فيه ولا عجانة ولا غيره، وكانوا بيعملوها بايديهم وزي الفل. اهم حاجة بس خطوة السمنة، معلقة خشب علشان السمنة بتبقى سخنة جدا لا قدر الله تلسع حد ولا تسبب حرق ولا كده، لكن بعد كده مجرد ما السمنة تهدى بنشتغل بايدينا عادي جدا من غير اي مشاكل وتطلع زي الفل. احنا بنستخدم العجانة في البرنامج نظرا لانها متوفرة، نظرا لانها هتوفر لي وقت كتير عن اني اعجن في ايدي، فاعرف اعمل لكم كذا وصفة. في البيت عندكم عجانة تمام خير وبركة، ما عندكوش مفيش اي مشكلة خالص. ادي العجينة، العجينة تبان كده ايه مفتفتة، لكن اول ما لمها تتلم. الكاونتر طبعا اللي بنشتغل عليه نضيف. ونلم اي حاجة. شايفين الحلاوة؟ عجينة زي الفل. مش الطبيعي انها تكون مزيتة ولا انها تكون طاردة سمنة، كل ده غلط. هي بتبقى كده مدهننا لكن السمنه جواها مش مطروده منها. وادي منظرها جاهزه معانا. طيب بنعمل ايه بالعجينه دي؟ تعالوا اوريكم على طول. طبعا احنا ممكن نشتغل بعجينه في عندنا عجينه هنا اهي مرتاحه، ممكن نشتغل بدي على طول. طبعا الافضل نشتغل بالمرتاحه، يعني دي بعد ما نعملها نغطيها كده نسيبها بس ربع ساعه ترتاح مش اكتر من كده. ولكن هي مش من العجائن اللي لازم اسيبها تختمر. طيب ليه؟ لان هي اصلا عبال ما اشكلها واقطعها واعملها هتكون اختمرت خلاص، فمش محتاجين انكم تسيبوها تختمر، احنا بس بنسيبها زي ما قلت لكم كده ترتاح ربع ساعه مش اكتر من كده. العجينه بتاعتنا هنا، وتعالوا نشتغل باللي ارتاحت. الاستاذ ده كده هنشيله على جنب لحد ايه الغريبه. انا مضايقكم يا مصطفى انزله ولا احنا تمام؟ ماشي يلا. العجينه المرتاحه اهي،
هنزلها. طيب لقيتي العجينه مفروله معاكي زياده، هنضيف شويه لبن او شويه ميه. لقيتي العجينه مش مدهننه كفايه، ضيفي شويه زيت او شويه سمنه. بس انت لو مشيتي على المقدار اللي انا عاملاه مظبوط مش هتحتاجي اي حاجه من الكلام ده، هتطلع معاكي مظبوطه اوعدك. ادي العجينه اللي اختمرت، تعالوا كده نشوف بنعمل بيها ايه. بناخد جزء كده من العجينه ونديله شكل مستطيل شويه. حلو حلو. ونجيب النشابه ونبدا نفرد كده فرد طولي من النص لبره. حلو زي الفل. وطبعا لان هي مدهننه شويه فما بتلزقش معايا، نظبط كده الشكل وبايدينا بقت مستطيل. هجيب بقى العجوه بتاعتي وابدا اعمل ايه، اعمل كده. انا بحب جواها عجوه كتير، مش كتير قوي برضو يعني، معقول اهو زي ما انتوا شايفين كده، ده يعتبر معقول بس ما تبقاش فاضيه. بعمل العجوه كده بايدي كاني بعمل بصبع كفته بالظبط. العجوه دي احنا عجنينها بشويه سمنه وشويه قرفه، اللي مش عايز قرفه مفيش مشكله يستبعدها، مهم بس يبقى في شويه سمنه علشان تبقى طريه معايا اعرف ايه اشتغل بيها. وادي العجوه الحشوه. هنجيب بقى العجينه دي كده ونقوم ايه لفينها كده على العجوه بالشكل ده. ونيجي كده اهو ونظبط وخلاص كفايه. هجيب سكينه واقطع العجينه الزياده دي. ليه؟ عشان مش عايزينها كلها تبقى عجينه، دي نعمل بيها حاجه تانيه ما يجراش حاجه، بس ما تبقاش كلها عجينه. هبدا كده اظبط الف عشان تتقفل تماما. بصوا خلاص العجينه لضمت في بعضيها حلوه قوي كده وزي الفل. هاجي كده اقدر اسيبها مدوره، اقدر ابطط، انا بحب ابطط عشان تبقى شبه بتاعه المخبز، لكن هي وهي مدوره برضو جميله. ومامتي كانت بتعملها زي السمبوسه على فكره، كانت بتعملها صغيره خالص، معرفش بتعملها ازاي طول بالها، يعني قد عقله الصباع كده وقد السمبوسه، تخيل تعملها مدوره وتحشيها وتقفلها. فربنا يعني ايه يجازيها على طولة البال الفظيعه دي، انا ما بيبقاليش ليه طول، ما عنديش نفس طولة البال اللي عندها دي، فبختار اشكال تكون اسهل شويه في التنفيذ نظرا لضيق الوقت. هنيجي كده ونجيب فين معايا السكينه ونبدا نقطع. هنعمل كده نشيل بس الطرف الفاضي ونبدا بالظبط زي السكينه في الحلاوه، لان هي عجينه فعلا حلاوه. استنى بقى ما تبوظناش اللحظه المجيده دي. وجهزت اهي صينيتكم الحلوه وترصوا. ماما كانت بتعمل الشكل ده وكانت تعمل السمبوسات الصغيره اللي بقول لكم عليها، فانا متعوده عليه. اي شكل انتوا بتحبوه توكلوا على الله، النتيجه واحده. المهم العجينه مظبوطه والحشوه مظبوطه وده المهم، الباقي كله شكليات على حسب ذوقكم، على حسب انتوا بتحبوا ايه. ما بنسيبهاش تختمر تاني، بنخبز على طول عشان احنا عبال ما فردنا وشكلنا وعملنا وزوقنا كانت هي اوريدي خلاص اختمرت. بنسيب ما بينهم وبين بعض مسافات مش كبيره، ونحاول بس بقدر الامكان ان هم يكونوا كلهم نفس الحجم. ليه طيب؟ علشان
ياخدوا نفس وقت السوى. حته العجينه اللي انا قطعتها دي هعملها، لا هعملها بعجوه برضو، هعملها برضو بعجوه، ممكن اعملها ساده ممكن اعملها ساده، بس خلوني اعملها بعجوه. وعبال ما انتوا ترجعوا من فصل صغير اكون حشيتها فصل صغير مستنيكم. رجعنا من الفاصل وانا بدهن دلوقتي الوش بخليط البيض اللي احنا عملناه، عليه شويه قهوه سريعه الذوبان، شويه لبن، وده بيخلي القراقيش تلمع. مامتي ما كانتش بتدهن، عمري ما شفتها دهنه قراقيش، لو انا ذاكرتي صح يعني، بس انا بعمل كده وكده. يعني هي الدهن يا جماعه منظر ملوش علاقه بالطعم خالص، مش هياثر على الطعم في حاجه، مجرد شكل. بتاعه المخابز دايما بتدهن كده ولامعه، فانا بحاول بس اعملها لكم شبهها، لكن هي في الاخر مش هتاثر على الطعم في حاجه. الناس اللي ما بتحبش دهنة البيض دي خلاص ولا كأنكم شفتوا حاجة، طنشوا الخطوة دي وانسوها خالص. هندخل حالا الفرن. الفرن طبعا واحنا بنخبز الحاجات دي سايبينه يسخن 180 بالظبط، بنسيبه يسخن عشان القراقيش والكحك والغريبة. الغريبة الوحيدة اللي يفضل ادخلها فرن بارد او دافي، يعني ما يبقاش سخن، الغريبة، لكن الباقي كله بيبقى عايز فرن سخن. فعشان كده لما تكونوا بتعملوا حاجة العيد ابدأوا دايما بالغريبة، عشان عبال ما الفرن بيسخن من كل الخبز اللي قاعد يحصل طول اليوم الغريبة بتبوظ بسببه. فالغريبة عايزة فرن هادي جدا وما يكونش سخن قوي، فابدأوا بيها دايما علشان ايه ما تقعوش في المشكلة المعتادة دي. طيب احنا عايزين نعمل ايه دول كده؟ ايه اهو هيدخلوا الفرن دلوقتي، درجة حرارة 180، الرف اللي في النص حرارة من فوق وتحت، ومروحة توزيع حرارة لو متوفرة طبعا نشغلها هتكون نتيجتها ممتازة. تعالوا نعمل حبة بالملبن، تعالوا نعمل حبة بالملبن. نلبس الجوانتي. مش عارفة عمالة افكر اعمل بالملبن ولا ادخل في الغريبة. ادخل في الغريبة صح، ولو لقينا وقت نبقى نعمل بالملبن. هي طبعا نفس التكنيك بالظبط، مفيش اي فرق، نفس التكنيك بالظبط، نفس طريقة الحشو ونفس طريقة كل حاجة، مفيش اي فرق. فعلشان بس نكسب وقت ونعمل الغريبة الاول وبعد كده لقينا وقت نحشي حبة بالملبن. انا هشيل العجينة بتاعتي هنا، اشيلها على جنب ويلا بينا. مش هنحتاج دي للغريبة، نشيلها هنا ودي كمان، ونقول مقادير الغريبة مع بعض. الغريبة يا جماعة مقاديرها كالتالي: كوبايتين سمنة، كوباية سكر بودرة، 4 كوبايات دقيق. الغريبة نحفظها ازاي؟ 4 2 1، يعني 4 كوب، يعني مقدار الدقيق نص سمنة ومقدار السمنة نص سكر، بس كده تحفظوها كده بقى بأي كمية انتوا عايزين تعملوها. فكوبايتين من السمنة، كوباية سكر باودر منخول، 4 كوبايات من الدقيق المنخول، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا، ورشة من الملح. سمنة الغريبة لازم نسيبها في التلاجة تمسك شوية، تبقى يعني عارفين لما بقول زبدة طرية عايزين السمنة تبقى بنفس القوام ده. بنبدأ أول خطوة، السمنة والسكر دول أول خطوة وأهم خطوة. محتاجين نضرب السمنة والسكر. في بولة دقيق انهارت وقعت، ماشي استنى اشيل البولة بالظبط. ممكن نبقى نصورها. لا انا ما اتبهدلتش، هو الارض هي اللي اتبهدلت. لا يا باشا، انا فل، اطلع من البلاتو ده فل، شمعة منورة. البولة البولة اهم منك انت شخصيا صح؟ هنحط السمنة
ادي السمنه، شايفين ماسكه نفسها ازاي؟ محتاجين ضروري انها تبقى كده. حاضر. وهنحط معاها السكر الباودر، ممكن تحطوا فانيليا ولكن هو يعني مفيش ضروره قوي للفانيليا، بالعكس انا بحس ان طعمها سكر وسمنه بس بيبقى احلى بكتير. هو في ايه كل حاجه عماله تقع النهارده ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده، انا عايزه اقول لك المشترك انهار. المشترك يعني انتحر مننا. استنى يا ابني، استنى يا ابني. يلا بينا كده، يلا بينا بسلاح الكف برضو. مفيش عندنا عجانه، بايدينا كده تك 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 كده من فوق لتحت يتضرب يبقى زي الفل. وهنبدا نضرب. فاكرين يا ولاد السمنه كان لونها اصفر ازاي؟ تعالوا بقى اوريكم بعد ما اتضربت بالسكر بقى لونها عامل ازاي؟ ابيض. وده طبعا اهو اللون الابيض المعروف بتاع الغريبه. فاحنا بنضرب لحد ما نوصل للقوام الكريمه اللي انتوا شايفينه ده، وفي نفس الوقت اللون الفاتح جدا اللي انتوا شايفينه ده. مهم جدا ادي تقليبه كده اطمن ان كل حاجه اتخلطت كويس، واضرب كمان ضربه كمان اطمن ان كله اتضرب كويس. انزل كل اللي على السباتشولا واجي اضرب ضربه كمان للاطمئنان. الضرب دي مهمة جدا في الغريبة، هي اصلا يعني شبه هي سبب يعني نجاحها او فشلها. فمهم جدا ان احنا نضرب بذمة نوصل للون الابيض خالص ده، مش عايزة اشوف اي اصفر من لون السمنة، عايزة اللون الابيض ده. والقوام بصوا زي الكريمة، ده بالظبط اللي عايزة اشوفه. ده كده معناه ان انا هاكل غريبة دايبة هشة ما حصلتش. طيب هاجي دلوقتي بالدقيق هنحط الدقيق، هنحط شويه فانيليا واختياري ممكن ما تتحطش مفيش مشكله، رشه من الملح، ونضرب بقى تاني كل الكلام ده مع بعضه على سرعه هاديه كده الاول، ولما الدقيق يتخلط عشان ما يهبش وشنا نعلي السرعه. محتاجين بعد الدقيق نضرب قليل، العكس بقى، يعني احنا مع السكر والسمنه قلنا هنضرب كتير، مع الدقيق بقى بنضرب اقل. يلا
قلب. نقلب عشان لو حاجه على الجناب بتاع كله يتخلط. انتوا متاكدين المقدار ده مش مظبوط؟ ليه الدقيق اكتر من السمنه؟ الدقيق انا حسيته وانا بحطه انه كتير، مش عارف في حاجه غلط. هعمل لها تيست كده، لو لقيتها ما بتمسكش. لا بتمسك الحقيقه. طب بصوا باينه مفروله، بس مجرد ما بضغطها بايدي بتتماسك. ممكن ادوقها كمان. تحفه. عايزه اقول لكم طعمها وهي نايز زي طعمها وهي مستويه، مفيش فرق. يلا بينا تعالوا كده، دي تمام مفيش، مش هزود لها اي حاجه. ممكن اقصى حاجه يعني اديها كده سنه سمنه تلمها مش اكتر. هاتولي كده بولة سمنه يا جماعه. تعالوا نبص على الفرن. الفرن ماشي زي الفل، القراقيش بتاعتي نفشت شويه واللون عمال ياخد تاخد اللون التحفه من الدهنه اللي دهنتها لها، ولمعه وجميله بس لسه طبعا عايزه تستوي. هطلع فاصل صغير جدا، هجيب شويه سمنه هضيفهم للغريبه دي، لموني بس الفروله البسيطه اللي موجوده، بس شويه سمنه صغيرين جدا، وهلمها ونبدا نشتغل بيها. فاصل صغير ومستنيه. رجعنا من الفاصل وانا بشكل دلوقتي الغريبه. انا ضفت حوالي معلقتين كبار من السمنه، حسيت كده ايه، لا محتاجه شويه سمنه صغيرين، وعجنتها بيهم وظبطت معايا جدا. طبعا عجينه الغريبه يفضل انكم لو لقيتوها سايحه، لو لقيتوها سايحه، في الشتاء ما بيحصلش ده بصراحه، لكن في الصيف بيحصل، لما بتلاقوها سايحه كده بتقوموا عاملين ايه، سايبينها في الثلاجه تهدى شويه من الحراره وتتماسك. ما تزودوش دقيق، ما بنزودش دقيق هنبوظها، بنسيبها تهدى في الثلاجه ونكورها كده يا جماعه كور صغيره، بلاش الغريبه الكبيره قوي دي او متوسطه يعني، ونحطها كده. وهقول لكم دلوقتي هنشكلها ازاي. عندنا كذا طريقه للتشكيل. نقدر نسيبها اولا زي ما هي كده مدوره من غير اي حاجه، نقدر نحط لها الطريقه القديمه كانوا بيحطوا فيها ايه، عود قرنفل، وكان بيديها طعم جميل جدا جدا جدا، وكان المفضل بالنسبه لي، ما زال المفضل بالنسبه لي. نقدر نحط لها فستقايه، نقدر نحط لها خرز من بتاع التزيين، براحتكم بقى خالص تحطوا ايه، ده يرجع لذوقكم انتوا، ما فيش مشكله كله شغال. انا بس ايه مش هعمل صينيه كامله بصراحه، ما فيش وقت. ما انتوا يعني وطرتوني من الفرن، تمام اهدوا، انا متابعاه والله. هكور. مش ممكن ده، انا عايزه اقول لك هنا كمان جوه البلاد بيقولوا الفرن الفرن الفرن. ما هو اخد لون بس لسه عايز شويه. حلوه قوي كده، احاول اعمل صف كمان اقول لكم بقى نشكلها ازاي. تاني يا جماعه سايحه معاكم تلاجه ترتاح تبقى زي الفل، تجمد بس شويه. في الصيف بقى ايه بتبقى غلبه، كل شويه لازم اقوم موقفها واحطها في التلاجه، لان المشكله ان انا لو حطيت لها دقيق مش هتبقى ناعمه، هتبقى بسكوت مش هتبقى غريبه. الغريبه تمتاز بنعومتها. طبعا الغريبه دي بقى حساسه جدا في خبزها، مش عايزين بقى فرن سخن طول اليوم قاعد يخبز، لا عايزين فرن لسه يا دوب بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وبيبدا يومه، علشان يبقى بارد عليها. ليه؟ عشان احنا مش عايزينها تلون. الغريبه من اسباب من سر من اسرار نجاحها انها ما تلونش، ما تاخدش لون خالص. وانا كمان انصحكم بتركايه صغيره بتخليها تطلع مظبوطه قوي، ان قبل الخبز تحطوها في الثلاجه تبرد كويس جدا، ده بيخليها تطلع احلى بكتير كمان. نار هاديه خالص، درجه حراره 100 120 بالكتير، وتبداوا تسيبوها بس يا دوب تمسك. يعني احنا مش هنخبز، احنا عايزينها تمسك بس. بصوا بقى انا بحب اعمل ايه،
انا بحب اعمل الحركه دي، بحب اجيب بوله ميه واعمل كده بصباعي ابله ميه واعمل فيها العلامه دي. ده شكل الغريبه القديمه. ده اكتر شكل انا بحبه. عملنا الشكل ده نقدر بقى نعمل اللي احنا عايزينه. عايزين نحط، بصوا تعالوا نحط صف قرنفل، فهاجي كده في النص واحط القرنفل بس نلبس جوانتي احسن عشان ما نشوههاش. نغرز عود القرنفل جواها. تادي صف ونحط في صف تاني لوزة فستقايه، سوري ايام العز كنا بنحط صنوبر، دلوقتي الصنوبر بقى يعني برقم سفيه فانا مقطعاه. ادي فستق وممكن نيجي نحط كور من الذهبي والفضي، دي هي اقل حاجه انا بحبها. يعني انا بحب القرنفل والمكسرات اكتر، حتى لو هحط سوداني بس انا بحبيت بس اوريكم كل الاشكال اهو. وبقت صينيه غريبه قمر. نكمل احنا بقى العجينه دي بعد الهوا واوريكم. الله على القراقيش، منظر هتشوفوا منظر دلوقتي. لا بصوا المنظر، دي اللي عاملينها على الهواء عشان تبقوا مطمنين. النتيجة واحدة، النسخة زي الهواء. احنا بنضطر نعمل نسخة عشان الوقت، ليس اكثر ولا اقل في حلقات المخبوزات. ايه دي فرطة في العجوة، انا بحب احشي عجوة حلو. فكل واحد طبعا وذوقه، اللي ما بيحبش يحشي كتير خلاص هيقلل. نور حاجات التزيين على جنب اهي عشان نرجعها المطبخ. واعتقد المنظر يتحدث عن نفسه. طيب لنفترض انا عايزه اعمل غريبه شوكولاته، انا مش غاويه وما بعملهاش بصراحه بس انا بديكوا كل الافكار. هنشيل شويه من مقدار الدقيق، نص كوبايه بتاع، ونحط بداله كاكاو. ده للي عايز غريبه شوكولاته وبيطلع منظرها بالشكل ده اهي. تعالوا نرص. انتوا مش جايبين لي، عايزه استند على قد بس ال، ما عنديش ولا واحد هنا. يلا هاتولي واحد. وادي الحاجات القمر اللي احنا عاملينها، قراقيش اهي، دي القراقيش اللي من قبل الهوا، ودي الغريبه، ودي قراقيش الهوا، وادي غريبه شوكولاته كمان، والصينيه دي هنحطها هنا. يلا بينا، تعالوا نحط قراقيش الهوا كمان نقدمها. هي يعني اقل منهم ولا ايه؟ بصوا الحلاوه. طبعا كل الكلام ده بنسيبه متهوي كده من الحرارة يبرد خالص قبل ما نحركه. أنا بعمل كده علشان أنا يعني برنامج ولازم أوريكم إنتاجنا. الحمد لله. حاجة كده عظمة. طبعا بنسيبها مكشوفة عشان تتهوى. طب تتهوى ليه؟ عشان تقرمش، إحنا عايزينها تقرمش، فبنسيبها متهويه كفايه مكشوف عليها كده في الصينيه لحد ما ايه تروح منها الحراره خالص وتتهوى وتبقى معانا مقرمشه جدا. وادي طبق القراقيش اللي عملناه على الهوا. للاسف مش هنلحق نخبز الغريبه. نو واي صح؟ ممكن
احنا وتسعة. هي اصلا بتاخد دقايق يا مصطفى. هنهدي درجة النار خالص، وزي ما قلت لكم يا ريت يفضل يكون فرن مش سخن. طيب ايه الدروس المستفادة النهاردة او التركات اللي محتاجين ناخد بالنا منها؟ اول حاجة ان الغريبة كل اللي احنا عملناه النهارده محتاج سمنه كويسه يا جماعه، يعني طعمها حلو، ما يبقاش طعمها اصلا وحش عشان ساعتها هتزعجنا جدا في الاكل. طيب او في الطعم. تاني حاجه محتاجين في الغريبه ان احنا خطوه ضرب السمنه مع السكر تاخد وقتها كويس جدا. ليه؟ علشان كل ما هيبيض السمنه والسكر كل ما هاخد غريبه ناعمه. حصل زي ما حصل معايا، غلط في المقدار، حد اللي بيعير عير غلط، فالمقدار ما ظبطش فيه فرولة صغيرة، هحط معلقة سمنة أو معلقتين سمنة يظبطوا لي الدنيا على طول من غير أي مشاكل. الغريبة وأنا بشتغل بيها سايحة وبتلزق في إيديا، أروح أزود دقيق؟ لا، أوعي، هتسيبيها في التلاجة تمسك نفسها وبعدين ترجعي تشتغلي بيها. قبل ما تخبزيها يا ريت تبرديها في التلاجة كمان، ده بيخليها تطلع شكلها أحسن ما تسحش مننا. القراقيش محتاجين نهتم بان هي تتهوى كويس، يعني لما طلعها من الفرن تاخد وقتها في التهويه حلو قوي. نقدر نعملها ساده، انا عملت لكم في الحلقه بالعجوه، لكن انتوا تقدروا تعملوها ساده او بالعجوه او بالملبن زي ما انتوا عايزين. غريبه الشوكولاته لو عايزين نعملها هناخد نفس المقدار بالظبط، هنشيل من الدقيق نص كوبايه منه ونضيف بدلهم نص كوبايه من الكاكاو. باكد عليكم السمسم اللي بنحطه في القراقيش ما يبقاش مستوي، يبقى ني، علشان هو هينزل عليه سمنه سخنه جدا، فالقدح ده بيخلي لونه يغمق، فلو هو اصلا غامق هيغمق معانا جدا بقى. وكل الحاجات دي الخبز بتاعها مهم جدا، الفرن يكون كويس، الشعلات بتشتغل كلها مع بعض، ما فيش بقى ناحيه شغاله وناحيه لا والكلام ياده، ونسيبها بس ايه تاخد وقتها تماما. الغريبه لما بنطلعها من الفرن ما نلمسهاش، لو لمسناها وهي سخنه مش هتلاقي ولا واحده في الصينيه سليمه، لازم تسيبوها تبرد تماما تماما، يعني تبرد خالص، وبعد ما تبرد خالص بالهداوه كده بنقوم شايلينها. هي اصلا دايبه، فحتى بتلاقوا صوابع ايديكم بتعلم فيها وانتم ماسكينها، هي ده الصح وهو ده الغريبه. حتى احنا لما بيجي نوصف حاجه بقد ايه هي ناعمه بنقول غريبه من كتر ما هي ناعمه، فده الطبيعي وده الصح بتاعها. الله الله الله، اللي بتتخبز شكلها قمر. احنا نزلنا المقادير، هتنزلوا قصدي نزلناها تاني؟ يلا يلا اعمل معانا واجب. يلا هنزل لكم المقادير تاني على الشاشه. وطبعا ما تنسوش ان الحلقه دي قعدتها الساعه 8 وربع بالليل، اي حد فاته اي حاجه. ما تنسوش كمان ان عندنا اعاده الفجر، وطبعا كل المحتوى ده كل الوصفات وكل حاجه وكل حاجه عملناها في الحلقه بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا، وبالتحديد صفحه البرنامج سنه اولى طبخ مع الشيف ساره عبد السلام، دي صفحته على الفيسبوك والانستجرام هتلاقوه موجود، تقدروا تدخلوا تتابعوهم وتتابعوا كل حاجه بتنزل يوميا. والمقادير تاني لحضراتكم على الشاشه اهي. و يعني ايه من غير الوجه؟ المقادير على فكره القراقيش اللي احنا محضرينها، بصوا تعالوا نشوف الفرق، اللي من غير دهن اهي، بصوا اللمعه بس هي الفرق، بصوا واحده بتلمع. استنى. واحده بتلمع واحده مطفيه، اللي بتلمع هي المدهونه، اللي من غير المطفيه من غير دهن، بس ده الفرق الوحيد بينهم، لكن طعما هم واحد مفيش اي فرق. نعم، انت اللي انت عايزه نعمله لك يا ولد. ده اخونا زملكاوي زينا تقول عليه كده بالظبط يا عيني. ودي كانت حلقتنا النهارده. امبارح عملنا كحك وعملنا بسكوت نشادر، والنهارده عملنا قراقيش وعملنا غريبه. كل سنه وانتم طيبين وبالصحه والسلامه يا رب. صينيه الغريبه اللي في الفرن انا هطلعها زي ما هي كده، هي ما استوتش لسه، عايزه تاخد شويه وقت. الغريبه احنا بس بنبقى عايزينها تجف من جوه ما تبقاش رطبه، لكن انا عايزه اوريكم ان هي بتستوي ومحافظه على لونها الفاتح عشان انا مهديه عليها الفرن خالص اهي، وهفضل سايباها كده يعني لحد ما اطلعها واقدمها تفضل بيضه زي ما انتم شايفين كده. شايفين لونها تحفه ازاي؟
بس دي يعني وصفتي المفضله للغريبه، وكل الوصفات دي على ضمانتي يا جماعه 100% مجربه سنين السنين، فيعني ما فيش مجال فيها للغلط. تجربوها ان شاء الله وتاكلوها بالهنا والشفا، ويا رب تكون الحلقه فادتكم وعجبتكم. موعدنا بكره ان شاء الله في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. فكنت معاكم ساره عبد السلام، وبكره هنبقى على لقاء في نفس موعدنا مستنيكم الساعه 1 في حلقه جديده ونقدم حاجات جديده. واشوفكم على خير واسيبكم في رعايه الله. مع السلامه.